السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه النهاردة؟ كده قلت اعمل اكلة خفيفة وحرشة جميلة قوي يا جماعة. كده جبت شوية بطاطس وقشرتهم، كده غسلتهم وقشرتهم وقطعتهم، ورحت مقطعة كده. بصوا يا جماعة، قطعوا البطاطس على القرمة دي، بتسهل جدا جدا تقطيع البطاطس. وتقطعوا كمان الفلفل الرومي كده شرايح كده معاها، وتجيبي السجق تعمليه كده زي نصين، وتقطعيه كده نصين. بصوا تحفة تحفة. تحطي بقى بصل وصلصة وملح وفلفل، وبصوا شوية مية كده، وتدخليها الفرن. وبألف هنا وشفا. شكرا جدا للمتابعة، والسلام عليكم.